شيعت ولاية غرب دارفور بالجنينة بحضور وفدي مجلسي السيادة والوزراء شهداء الطائرة الأنتونوف 12 التي سقطت على مشارف الجنينة عقب إقلاعها من مطار الشهيد صبيرة مساء الخميس. وأشاد رئيس الأركان المشتركة الفريق والركن محمد عثمان الحسين لدى مخاطبته جموع المشيعين، أشاد بتلاحم وتدافع مواطني الجنينة بكافة مشاربهم للوقوف مع القوات المسلحة في مصابها منذ سقوط الطائرة وحتى تشييع الجثامين، وقال إن هذه اللحمة تعكس مستوى التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات الولاية، ودعا إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي واللحمة التي تجسدت لحظة التشييع والعمل على نبذ كل أشكال الفرقة، في إشارة إلى الأحداث الأمنية التي شهدتها الولاية الأيام الماضية، مذكرا الجموع بأن يتخذوا من هذه الحادثة موعظة. والموت عظة، لأنه الآن في هذه المصيبة في الخلل، لما كنا في موقع الطائرة كانت كل القوات النظامية وكانت كل الأجهزة الحكومية وكانت كل القبائل والمواطنين في القرى والفرقان موجودين حولنا هناك، لحد ما غادرناهم اليوم الساعة 9 صباحا من موقع الطائر. والآن هذا المشهد، هذه العظة الأكبر، هؤلاء الشهداء نزل الله لهم القبول، لكن اجتمعتم جميعا بعظة الموت وبحكمة الموت لتواروهم الثرى ولتترحموا عليهم. فالكل يأخذ هذه العظة لدينه ودنياه وحياته، وخاصة هذه الولاية وهذه المنطقة والشجينا له. ونحن حسا ده آخر الدنيا يا جماعة، ده آخر الدنيا للكل. وإذا جعلكم الآن في موقف هؤلاء الشهداء تعملوا، الكواريك دي كان ماسك العربي والفوراوي والمثلاتي والنظامي وكل الناس. طيبة لحياة طيبة.